official opening. شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، شهد منافسات الدور الثمانية للنسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة على صالة أرينا سبارتا بالعاصمة التشيكية براغ، والتي تستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل. تابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مواجهات دور الثمانية للنسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كارث براون، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي السيد دانزين وايت، ورئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة السيد خالد عبد العزيز الخياط، وأمين سر الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة السيد وليد سيار، وأعضاء الاتحاد الدولي وعدد من المهتمين بهذه الرياضة. وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذه المشاركة منحت مقاتلي المنتخب الوطني مزيدا من الاحتكاك والخبرة، والتي تساهم في رفع قدراتهم وإمكانياتهم في التحضير الجاد للبطولات القادمة. وقال سموه: لقد كانت المشاركة البحرينية في بطولة أوروبا إيجابية، ونجحنا من خلالها في تحقيق العديد من الأهداف، وأبرزها تأكيد التواجد البحريني في مختلف البطولات الدولية، وتعزيز الشراكة بيننا وبين الاتحاد الدولي للعبة في إنجاح برامجه وفعالياته وصقل القدرات القتالية لدى مقاتلينا، والتعرف كذلك على خبرات الدول المتقدمة في مجال هذه الرياضة، والذي يمنحنا الفرصة لمواصلة التطوير في هذه الرياضة بالمملكة. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن شكره وتقديره لمقاتلي المنتخب الوطني وفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة على ما قدموه من مستويات قوية في هذه البطولة، متمنيا سموه في الوقت ذاته حظا أوفر للمقاتلين في المشاركات المقبلة. هذا والتقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، التقى برئيس وفد المنتخب البريطاني لفنون القتال المختلطة للهواة المدرب نيكل بورجيس، وذلك على هامش منافسات دور الثمانية من النسخة الثانية لبطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة. وقد تبادل سموه مع المدرب الأحاديث حول ما وصلت إليه هذه الرياضة من تقدم واضح في البلدين، وتطرق سموه خلال حديثه مع المدرب إلى سبل التعاون المشترك بين هذه الرياضة ونظيرتها في بريطانيا، وإمكانية تبادل الخبرات التي من شأنها تطوير وارتقاء هذه الرياضة. بعدها أهدى سموه للمدرب القميص الخاص بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة، وقد بدل المدرب بادرة سموه بإهدائه قميص الفريق البريطاني.